عندنا طوب بريس، احنا عندنا جمعيه غادي، جمعيه خيريه نتاع الحاره معروفه في مدنين. ما شاء الله ما تلمدوا نجمعوا كل، فما برشا بلايص فيها الرحمه وفما برشا بلايص ما فيهاش رحمه. فهمني يعني في تونس، مو هنا في تونس ما تقلقش، ما تتعدى يقاك تحت حيط والله لعب على بيه. صحيح. اقسم بالله تقول مطيش يعني عنده لوالي لا ثاني. غادي بتمشي حتى بتقصد واحد بتقول له اول ابسط الحاجات، انت كي تمشي غادي لجنوب مثال ما لقيتش وين بتبات، ولا ما لقيتش وين بتعشى، ولا ما لقيتش وين بتقصد، ما عندكش فلوس، ما عندكش حاجه، تقصد واحد بتقول له بالله عمي راني جيت هيك وهيك وما عنديش وين نمشي، بيقول لك بنتي تفضلي كذا. اول سؤال بيساله لك شنو هو السؤال بيساله لك؟ يقول لك بالله بنتي بتعشيتي ولا هي. انت بتحشمي على روحك، مش بتقدي تقولي لا. هو يمشي الروح ينوض مرته، يطيب لك العشاء، يحضر لك كل شيء على النرس. لكن يا اخوتي برجولي هذا الوقت نطو صعب بصراحه، والله حتى الوقت صعب وباللي تتبدل الدنيا، لكن طيبه اهل الجنوب والكرم نتاعهم والضيافه وحسن، خاصه حسن الضيافه، راهو ما يتبدلش وعمره ما تبدل يعني لليوم. كما قلت انت تمشي وتدق على اي باب دار غادي وتقولهم راني جاي من بعيد وما عنديش وين نبات، والله العظيم يحلوا لك الباب ويبيتوك ويعشوك. لا موجود، لا موجوده موجوده في موجوده، مازال فينا التقاليد، مازال فينا التقاليد نتاع قبل، ومازال فينا عرفت شنو نقولوا احنا طعم التجدد قبل. فهمتي موجوده حتى هنا في تونس، راه مش ما نقولكش مش موجوده، اما قليل. اعطيك انا تو هاني قداش عندي نمشي ونجي على تونس، قداش من مرة ترسل لي، قداش من مرة نهبط سيد حسين يمشي أختي ولا حكاية ما نلقاش أختي في الدار، ترسل لي ناخذ التاكسي وزيد نرجع نرجع يعني كي نشوف وتيل ونشوف خاطر ما عندي. توا غادي في تطاوين ولا في مدنين ولا حتى قابس، راه موجودة موجودة التقاليد هذه مازالت فينا يعني كي غادي. ولكن الحاجة بارك نقول إن شاء الله ينصرنا على الوباء هذا وربي يحن القلوب على بعضها من بنزرة البرج الخضراء، وربي يسرنا وان شاء الله من اظن عندي ما نقول لك حاجه. احكي لي على الجو وعلى استنى قد معي لحظه اللي تعدى المترو. احكي لي على الجو، جو رمضان خاصه في تطاوين وبن قردين عندها نكهه. بعد شقل اي احكي لك والله عندها نكهه متوحشته الجو هذا. احكي لي والله بالعكس غادي قريتي بعد الفطور. انا واحد من الناس بعد الفطور نخرج القهوه ونلقى درت الحمام متلمدين، خاصه في تطاوين، في تطاوين تحسها نكهه اخرى، عرفتي تحسي بطعم رمضان. تو هني كيفي مع بحذاك اللي عندك فاميليا، عندك باش كنت تمشي، عندك باش كنت تقعد وحداني قال له وحداني هذيك الساحه فهمني. غادي ابرك غادي تولق دريت الحومه، تلقى تقعد في القهوه، بون القهوه ماكسيمو هنا تسكر العشره كوفر فيه، تمشي للحومه تلقى ولاد الحومه كل متلمدين، كل مره تدور على واحد اقعد تضحك تلعب فهمتني، لا تروى على روحك اما خير رمضان غادي ولا هنا نو رمضان. لا لا غادي ايش جاي بترد ترى تقارب رمضان احنا غادي نمي ما بعدك بنت خالي حتى انت عليه عليه. لا لا ريتي غادي مازلت فينك العروبيه، مازلت فينك اسمع اعطيني الماكله، الماكله اللي موجوده غادي مش موجوده لهنا برشا حاجه. خبزه المل اعطيك ما يعرفوهاش والله ما يعرفها خبزه المل. ما يعرفوهاش خبزه المل والله ما نعرفها. الشرموله ما يعرفوهاش، الشرموله ما تعرفوهاش، برشا حكايات ما يعرفوهاش. مش نحكي لك برشا برشا. والزرد في الصحراء، والزرد هاك ايه زرد براشن وكش ودنيا براشن وكش ولازور وترفيس طاو برا اي واحد عرضي انا دي اقول له شنو الترفاس يقول لك شنو ما عرفاش ترفاس وانت قول له شنو لازور ايش يقول لك والله كوم. شوفي بالنسبه لرمضان نحن غادي فرق بعيد على تونس العاصمه بصراحه والله وحتى العيد حتى العيد حتى تو سم بالله سامحني تو انت عيد كبير عيد كبير عيد كبير جارك مستحقك باش تذبح له يمشي يجيك لهنا يقول لك زازا جاي تذبحت له صحيح يقول لك اعطيني 15000 يا معلم عيد راه عيد راه مش واحد راه مش نبيعوا في الخضره في السوق ولا قسم بالله يقول لك 15000 شنو 15000 يدي عيد رحمه صاحبي سلت رحمه من بلادها جيت تقول له 15000 درا كاري لك لوكاسيون مش كاري لك يا معلم تذبح له ومروح انت ولا صدقني برشا حق صارت هنا في تونس هز في خض وروح انا في خض هذاك ما روحش بلا لوش كامل بدورته بلا طه ربي تقولي لي في خض شنو في خض ولا اقسم بالله صارت لهنا في دار اختي هنيك كي جي ذبح قلت له يرحم والديك يا معلم قال لي بربي 20 دينار 20 دينار شنو يرحم والديك ايه قلت له يرحم والديك قال لي بلا 20 دينار خلاص يدي 20 دينار شنو
قال لي بدي عاد نبيع حتى يقعد يسلعني بيه. قلت له لا، قال لي خويا نخدمني بالفلوس. لا قلت له سامحني يا عم 20 دينار راني غادي نجيب برا غادي. لا غادي قسم بالله ريتي تلقاني بكبيرنا بصغيرني بسكاكيتنا باللي عطانا هادين بسكاكيت يا ودي. غادي نسمع الشجار ما ذبحش اصلخ واذبح وروح. ريتي غادي نكهه اخرى بصراحه. ايه ليه غاديك مازالت اللمه ومازالت مش كان الجنوب راه مش كان الجنوب عندك جنوب الغربي هيك شرط القاصرين سكتار الجنوب ريتي مصفق السكه وارجع. وموجوده حتى في بوزيد وموجوده في قفص وموجوده في برشا بلايص. اما نكتنا احنا غادي نتاع العيد والفرح هيك راهي مش كيف كيف. طبعا عروساتنا احنا عروساتنا احنا غادي مو زي عروساتكم انتم هني. هني تلقاه داير لك صاله ب 20 مليون كهرباء كاريها لك مش عارف الله اعلم عليه غادي. لا سحب البطحه اسمعوا وفاش يجيبوها العروس؟ لا يجيبوها في كهرباء عاديه كان حاجتك كهرباء ولا جيبها حتى نجم جيب حتى على نقولوا احنا على الجمل كسوه العربي. ايه على الجحف العربي. ايه تحب تجيبها على الجحف العربي ولا تحب تجيبها في كهرباء؟ اما شنو هني لا هني تلقاها صاله وليلتين وهذا شنو هو لا احنا غادي معناك كل ما عندناش. باهي تاخذها تونسيه ولا لا؟ لا ناخذك بلادي نيره. علاش ما تاخذهاش؟ لا باهي مانيش خايف كنت تاخذها تونسيه. مانيش خايف ربي يستر احنا كنا توانسه. ايوه علاش خايف كم تاخذها من هنا بالله قل والله اسمي اقسم بالله مانيش تطلب عليك يدي تطلب عليك نقول لك باهي لحظه ريت نروح لك حاجه. انا كنت مش نعرف شكون هنا في تونس وكان مسهر ربي باش فهمتني فهمتني. هيا سيدي مجينا بعثت فيها كلمه وكل شيء بنمشي نخدم يا معلم. تحب لها قرض من بنك سنترال وما يكفيهاش. ردي قرض بنك سنترال مفرغ هاك وباقي ما يكفيهاش. اش طلبت؟ خليها زي سكت بالله ولا خليها زي سكت. انت غير قول اش طلبت؟ يا ودي خليها زي سكت خليها كيف قول لي يمشي يمشي قول لي اش طلبت يا ودي اش طلبت اش طلبت طلبت برشا حكايات طلبت. اول حاجه قالت لي مره الاولى قالت لي نسكن معاك مانيش عارف وين مش في بن قردان نسكن معاك حتى في مش عارف وين باه فوتناه. معتالي بعد ما صار كل شيء قلت لها راه امي وبابا بيسكنوا معاكي حاجه طبيعيه رانا في اي دار ممكن في تونس ممكن. اما بالنسبه احنا في اي دار امك وباباك راهم معاك مهما كانت العيشه وكانت الظروف. ايه قالت لك امك وابوك معاك. ايه مره الاولى على اساس هذا متفاهمين. ايه عطاتك الطعم وكلت يعطيك الصحه لك بخيتها. وبعد ما صار الدو هذا كل دارت على اللعبه. ايواش اش قالت لك من بعد كدار؟ قالت لي لا ما يساعدونيش وترى شنو نحب دار وحدي وترى شنو. قلت لها اسمعني راهي مش عندي مليت اسمها راهو علي بابا ولا يرحم والديه. قلت لها دابي خدام عادي. قلت لها راهو مش تقولي لي حوش عندي زيام وترى شنو اقول راهي مشيش معي. تحبي طر هذيك يا مرحبا ما تحبيش هناك كلبه عادي راه ولما يقلقني وصاي صارت مشات مشات على روح. وكما قلت لك عروساتنا احنا غادي دنيا كبيره هني نهارين وعدي ممكن احنا غادي لا احنا سبع ليالي صاحبي تلقاها في رق وتلقاها طباله وزكره وساعات حتى طابه في رق من ليبيا تجيبهم من ليبيا. يا ودي ما تحكيش معناها العرس كان باش تعرس في ليبيا. قلت في ليبيا في بن قردان اكيد راس لي ذهبي لما حاله مره نعيش مدنين يعني. باش معروفه مدنين خاصه مدنين. باش معروفه مدنين والله معروفه برشا حكايات. باش معروف معروفه بالكرم بجود لا الماكلة لا ايش بنقول لك تطاوين باش معروف تطاوين معروفة بالملة والكوشة والكسكسي حاجة حلوة. مش تطاوين معروفة كيف اي حاجة اي واحد باش تسالي بيقول لك علي. فهمني ومدنين اخويا ايش بنقول لك معروف شط بغرارة كتسمع بيه شط بغرارة شي بيع لا عندنا بحر فهم نقولها شط بغرارة. معروفين السياحة في جربة جرجيس فهمتني وقالوا لهم الكاميرا بالله ونقول لهم حاجه بركه بالله يتلفتونا شويه برسمكم هيك المدنيه راك الشباب راك الحرقه راك الجماعه اللي قطعت هكا كل بالله له بيم شويه برس وليك حق راه قسم بالله شباب تعاني في الخل غادي انا بنقول لك نكذبش عليك حتى بنهدف السيف وبنقطع راه شو تحرق ولا ريزي منها تونس ومنو شط باش تخرج والله ما زلت كاين برمج تنكلم نقول لك انا شط الزوارع وقعد ان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله يا ربي وان شاء الله ربي يحن القلوب على بعضها وهذا هو ما نقول لك يعطيك الصحة ميرسي.